شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاهلي 86-62 في تحول غريب. يعني الحقيقه في الشوط الثالث والرابع والفتره الثالثه والرابعه النادي الاهلي تحول تماما وانهى اللقاء بعد ما كان فايز باسكت فايز 24 نقطه مع نهايه يعني الشوط الاول والثاني كان فرق باسكت الثالث والرابع.